بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم عن الفجل بأنواعه الأبيض والأحمر والأسود، ما هي الفوائد الطبية والقيمة العلاجية لكل منهما؟ الفجل من الخضروات المأكولة، تؤكل جذور الفجل الأبيض أو الأحمر أو الأسود كجذور أو أوراق. كثرت الدراسات الطبية التي تناولت فوائد الفجل بجميع أنواعه وألوانه، وقد اعتبرت أن الفجل من أهم المواد الغذائية النباتية التي ينبغي تناولها بانتظام، نظراً لمحتواه الممتاز من بعض المواد الغذائية والعناصر الهامة لبناء الجسم وقدرة الفجل على مكافحة عدد كبير من الأمراض، ويعتبر منظف طبيعي للجسم من السموم. جميع أنواع الفجل لها فوائد مشتركة، ولكن هناك بعض الخصائص لكل منهما. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.